خلي بالك على بلادك، على جارك، على أولادك، على أرضك هاي الطيبة، على سورية الحبايبة. كيف شو اسمك؟ حسن. حسن، وين كنت يا حسن؟ بالبيت. ايه يا حسون، وين كنت قلت لي؟ بالبيت. بالبيت؟ وبيتكم وين قلت لي؟ بالهنادي. بالهنادي، شو صار؟ كنا نايمين ولا ما حسنا كانت الهزة، ولا طلعنا بيوتنا مقابل بعض نحن وياهم، ولا صرنا نداعي عليهم، ولا ما شفنا غير وقعت فينا البناية. صرنا نداعي عليهم ولا ما شفنا غير وقعت فينا البناية. انت ومين كنت بقلب البيت؟ انا واهلي واخواتي. وينهم اهلك واخواتك؟ بابا واخوي الصغير توفوا، وضل عندي ماما واخوي الوسطاني. بابا واخوي الصغير توفوا. انو صف انت؟ رابع. أبوك توفى وأخوك صغير. شو عمره أخوك صغير؟ عمره 6 سنين. 4 سنوات. 4 سنين؟ هذا أخو الثاني اللي ضل. من سنوات. شو اسمك أنت؟ يازا. كيفك يا يازا؟ منيح. شو أخبارك؟ الحمد لله. قد إيه عمرك؟ 7 سنين. أنت بطلة؟ عم تروح على المدرسة ولا لسه؟ عم تروح. عم تروح؟ إيه. صف أول صرت؟ لا، ثاني. ثاني؟ إيه. وانت شو اسمك؟ انا غينا. لينا؟ غينا. غينا، احكي لي يا غينا، انت بيتكم مقابل بيتهم؟ شو صار؟ احنا اولاد عم كنا نايمين، اجا بابا قال لنا قولوا اللهم صل على النبي، رحت وقعت فينا. قال لكم قولوا اللهم صل على النبي؟ وقعت البناية فورا؟ مين كان معكم بالبيت؟ ابوك ومين؟ وماما وجنا واختي. ابوك وامك واختك؟ مين ضل عايش منه؟ ولا حدا. كنا نايمين، اجا بابا قال لنا قولوا اللهم صل على النبي، رحت وقعت فينا. ضليتي لحالك؟ طلع 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 طلع. انت قد ايه عمرك؟ صف رابع بعمري. صف رابع؟ شو كان حلمك تصيري، وابوكي شو تقولي لابوكي وامك؟ تصير دكتورة. تصير دكتورة. بدنا نصير دكتورة؟ شو؟ بدنا نرفع راس عيلتنا فوق؟ غنوش؟ قال له دكتورة شو بدها تصيري؟ أطفال. أطفال؟ بتعينيني إلي ها؟ إن شاء الله. أنا لساتي طفل، لأنه لما بشوف هالبراءة بحس حالي طفل. أوكي؟ أنت صف رابع، يعني أنت أكبر من بنتي كارلا ب2 سنين. وإن شاء الله بتصيري أحلى دكتورة. بفتخر فيكي دائما. ووعد، وعد ها؟ إنه أنا كل ما أجي على المنطقة أجي زورك. أهلا وسهلا. ولك أنا بتشرف فيكي يا عمري. ومو بس نجي نروح نعملنا مشوار ومشوارين و3. إن شاء الله. بتيجي لعنا على حلب شي؟ شو رأيك؟ هلا بس هيك تهدى الأوضاع هيك. شو رأيك هيك تجي أنت وابن عمك لعنا على حلب؟ إن شاء الله. 2 3 هيك ناخذكم هيك على القلعة وهيك ونتفتل شوي. إن شاء الله. عم تدعي لهم لأهلك؟ انت دائما، لانه وولد صالح يدعو لهم، فلازم تدعي لهم وترفعي راسهم لفوق، فوق اكثر ما هن هلا مرفوعين عند ربنا. اتفقنا؟ ام الصبيان. ام الصبيان. لا 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 عند عمار. فاتحه السنه. الحمد لله على السلامه يا اختي. الله يسلمك. الله يسلمك. كم ساعة ضليتوا لحتى طلعتوا؟ ما بعرف، ما كنا واعين، بين صحيانين وبين، بس ما بعرف أي ساعة طالعونا. في قالوا لي تميت حوالي الساعتين ونص لثلاثة نا أنقذونا. شلتوهم من الوادي؟ طلعوا من الوادي، طلع مشي. احكي له، تعي شوف، تعي سألوا ولا أو حاله شو صار؟ احكي له. كنت بالبيت، رحت شفت التخت كان بالوادي. شفتي التخت صار بالوادي؟ ايوه التخت. يزوني كمان انت صرت بالوادي؟ لا انا كنت بالتخت، هم قالوا لي البابا والماما يلا تعالوا اهربوا هزي، قام انا اجيت لاهرب معن، ولا نزل لحد قدامي صارت تهز الارض، قام راح وقع البيت، قام صرت صيح يا بابا يا بابا، ما حد يرد، قام رحت طلعت ولا شاف الجيران، قام طلعت لعندي من الوادي. ها سبحان الله. اختي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شو الاصابات اللي معنا؟ كتفي مكسور، عملوا لي عمليه نزيف بالمعده، البقيه وكف ايدي هون، هول اصبعتين ما بحس فيهم الزياده، بضلوا منملين. البقيه في حياتك؟ حياتك. زوجك وابنك؟ جوزي وابني عمره 5 سنين مات في حضني. جوزي وابني عمره 5 سنين مات في حضني. واللي أنقذنا هو ابني حسن اللي كبير، قد ما ولول وصح لحتى العالم طلعت على صوته، وأجوا شالونا من طلعناها الساعة 9:30 الصبح. 9:30 الصبح يعني بعد الزلزال؟ أيوة 9:30 طلعت الصبح، يعني شيء 4 ساعات تقريبا 5 ساعات. الحمد لله على سلامتك. وكل مرة بقولها خاصة بحالات الوفاة إنه ما في كلمات، يعني لا بتواسي ولا بتعبر، والجرح بقلب صاحبه عميق بيكون كتير، الجرح كبير كتير وكبير كتير. خسرنا كل شيء. الله يجعلك دايمة على هالشابين اللي بقيوا عندك، وإن شاء الله هيك بترفعي راسك فيهم. طيب هلا نحن أولاً لو سمحت استاذ شادي. لو سمحت. نعم تفضل. انا هي بس لك شغله. اول شيء هذا الموضوع هو دعم لا اكثر ولا اقل، قلت لك ما في شيء لا بيعوض ولا بيعبر. من بعد امرك. انا الله يبارك بعمي ابو سليمان. الله الله ونعم هالبلاد. لا بس لك شغله، لا تحرمنا، لا تحرمنا الاجر. ارجوك اجبر بخاطرنا. تفضل. أرجوك، والله يجعلكم دايمين، والله وهدول عيلتك، هذا واجبنا، قدام بلدنا والراب الله يجعلك دايم، وإن شاء الله بترفعوا راسكم فيهم لقدام أكثر وأكثر، لكن جبر بخاطري. هذا دعم بسيط، هو 1,000,000 ليرة سوري من برنامج الناس لبعضها. غنوجة الله يديمكم. غنوجة غنوجة من بعد أمرك. يلا يا عم يلا تخجليني. هاي كمان 1,000,000 ليرة لإلك. تعالوا تعالوا تفضل يا بطل. انت طلعت من الوادي، وانت اللي ضليت تعيط لحتى مشي الحال، ما هيك؟ الحمد لله على سلامتكم والبقية في حياتكم. وانا اليوم يعني هذا هالشاب الحلو شحنتوني اكثر، وانا باخذ يعني لما بشوف هيك ناس ملائكة اجاهم مصايب وعم بيتحملوا، فنحن بنكبر فيهم وبناخذ القوه منهم. باقي في حياتك، قلت لك ما في كلمات بتعبر ابدا. يلا السلام عليكم. منيحه ان شاء الله؟ الحمد لله مستوره طبعا. شو صار احكي لي؟ والله نحن وقت اللي صارت الزلزال يعني قبل بشي 5 6 دقائق حسينا هيك هواء قوي وهزه فايقتنا المراه. فايقتك المراه؟ فايقتنا المراه، جينا لناخذ لنا نطلع الاولاد من التخت، وقفت بالكريدور ما قدرت توقف، ضلت هزه شي 7 8 مرات هيك من الحيط للحيط، وانا واقف شايف الاولاد بالتخت بدي اشيلهم ما قدرت. وانا واقف شايف الاولاد بالتخت بدي اشيلهم ما قدرت. بعد شي 30 ثانية وقفت شي 5 دقائق، شي 5 ثواني الهزة، كنت شلت الأولاد فتنا على الحمام، رجعت الهزة الثانية، وقفنا بالحمام نحن واقفين، الهزة الثانية اجت أقوى، بلش الحيطان تنزل بالبيت، نزلت الحيطان كلنا نحن واقفين، فتح الحيط قدامي طلعت لقيت بناية مقابلي عم تنزل. وين المنطقة؟ بعد سوق الهان، فيني آخذك فرجيك البيت فرجيك هي إذا نزلت البناية؟ المقابيلي نزلت، عندي تصدعت كل الحيطان نزلت على الارض، وسحبت الاولاد ونزلوا التخوت الحجار على التخوت، بعد ما سحبتهم 5 ثواني. ان شاء الله ما صار شيء؟ لا الحمد لله الاولاد ما صار شيء، جينا لنطلع وقفنا على الهزه الثانيه، وقفنا على الباب الرئيسي لنفتحه كابس ما هو بيفتح، خلعنا ونازلين الجيران من فوق ساعدونا، فتحنا الباب نزلنا صفينا بالشارع، والدرج كله حجار والمدخل وكأنه ثاني طابق. وانطرنا وقت لحتى وانا واقف تحت الحجار، انا مقابلي بنايه نازله، بنايتين نزلوا جنب مقابلي تمام، انا قلت واقف بالبيت بالحمام عم بتطلع، فتح الحيط بينت بوشي هالبنايه عم تنزل، انا قلت معناتها بنايتي انا وياها نازله، والحمد لله طلعنا والبيت كله هيك. مع سلامتك. كم ولد عندك؟ ولدين بنتين. الله يخليك اياهم يا رب. الله يسلمك. هي مليون ليرة سوري دعم من برنامج الناس لبعضها. الله يعطيك العافية. الله يجزاك خير ان شاء الله والحمد لله. بدك فرجيك الارض المنطقة لك قريبة عند سؤالها الله تشوف اذا حابب تصور تشوف. الله يديمك حبيبي، شكرا لك. تسلم. معاق ومين موظف ولا عندي راتب ولا عندي ارض ولا شيء، متصدع البيت قلق. وين بيتك؟ عند مشفى النور. اي متصدع البيت ومضروب. طابق ثاني. امورك هلا منيحة؟ الحمد لله. العائلة فيها شيء؟ لا الحمد لله. الامور كلها تمام. 500,000 دعم من برنامج الناس لبعضها. كتر خيرك. الله يحمينا يا حبيب القلب، والله يحمي هالبلد وقاعد هالبلد. مرحبا. اهلا وسهلا. شو صاير عندك؟ انا نزل بيتي برميله، كنت اخذ بيت وفارشه مظبطه، صار الزلزال، نزلت البنايه، نزل البيت، كتر خير اهل الخير. جوا البيت؟ لا الحمد لله، الحمد لله انه ما كنا بالبيت. اهلك وين كانوا؟ اهلي بالضيعه كلياتهم، اخواتي كنا انا وعائلتي كنا زايرين عند بيت عمي، والحمد لله ضلينا لحد هلا زايرين ببيت عمي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عندك اولاد؟ عندي صبي لله. الله يخليك يا رب. بس البيت إنا طابق يعني؟ كان طابق 5. راح نزلت البنايه؟ نزلت البنايه مثل ما هي، نزلت البنايه وفيها ضحايا وفيها وفيات، وبتزعل على هالولاد الصغار، بتزعل على الجيران، يعني واحد شو بده يحكي ما بيعرف. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويخليك. الحمد لله. 1,000,000 ليرة دعم من برنامج ناس لبعض. شكرا كثير لكم. الله يعوضك يا رب. ان شاء الله يا رب. كتر خيركم. الحمد لله على الصحة والعافية. الحمد لله. شكرا كثير لكم. ممنونة. شكرا. كيفك؟ الله يسلمك الحمد لله على السلامة. شكرا الله يسلمك يا رب. احكي لنا شو صار. والله كان يوم الاثنين 6 شباط صار الزلزال، اليوم المشؤوم طبعا، فانا انا كنت هون ساكنه عند بيت جدي كم يوم، يعني دقينا لاخواتي ما حدا رد خارج التغطيه، فراحوا اولاد خالي مشان يشوفوا شو في، فكان المحضر هابط، نحن كان عندنا محل هابط المحضر على اهلي يعني، وتوفت الماما واختي، واختي ناجيه من الزلزال. يارا وين المكان بالتحديد البناء تبعكم؟ في منطقة سطامو. سطامو ايه. ونحن هلا عندكم بالضيعة بقرية اسمها قمين. ايوه ايه. هي تابعة للفاخورة مو هيك؟ ايوه مزبوط. تمام فينا نشوفها لاختي؟ كم ساعة ضلت تحت الانقاضية؟ فورا طلعوها؟ لا والله تقريب ساعتين. أما والدتها تمت للعصر الساعة 5 العصر طلعت مستشهدة. ايه طبعا. باقي في حياتك؟ شكرا. واللي خلف نحن عنا بالحلبي، وأكيد هذا المثل كل شيء، اللي خلف ما مات. الحمد لله على كل حال. وأنت إن شاء الله بتكوني قد وقتك، وبترفعي راس أمك إن شاء الله، وبتكملي المسيرة وما في كلمات بتعبر عن العزاء والى اخره ابدا، ما في اي كلمه. بس انا بدي اخذ منك القوه لحتى اكمل انا اليوم بريف اللاذقيه واطلع الجولات كلها. بدك انت تشحنيني، انت قويين باذن الله كلنا. اعطيني القوه بس. قد ايه عمرك؟ 24. 24 ان شاء الله العمر كله. سلام. وان شاء الله بتكملي والله يرحمهم. شكرا. ويجعل مسواهم الجنه. شكرا. شكرا. السلام عليكم. لا استاذ مو تروحوا تشربوا. الله يخليكم. هي شكرا كثير بعد امرك. هي مليون ليره سوري، هي دعم من برنامج الناس بعضها، الناس لبعضها. بارك الله فيكم والله قويتين. شكرا كثير. شكرا. شكرا كثير. الله يخليك. طيب خلونا نفطر اذا ما فطرانين، انتم طالعين جاي من حلب اليوم. الله يخليك. اي والله والله العظيم خلوكم نصور هيك. لو وصلنا لعندك بقينا كم عيله قبل ما الله يوفقك والله يرزقكم والله يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه. السلام عليكم. كنا بنقول ان الفراق ده مستحيل، وكل دمعة على الخدين كانت بتسيل، مليانة بأمل إن احنا نبقى موجودين في بحر الحور على الشطين.